تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صادما لشخص يقوم بعملية تعذيب وحشية لقطة باستخدام كلابه في منطقة المدينة المنورة، وأظهر المقطع الشخص وقد أطلق كلبه على إحدى القطط المربوطة حيث يقوم بنهشها ومحاولة قتلها، بينما هو يراقب الموقف ويعلق عليه. وأثار المقطع حالة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل الذين تداولوا المقطع بشكل واسع ودشنوا وسما بعنوان معذب القطط بالكلاب، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبته على جريمته. الجدير بالذكر أن وزارة البيئة لم تنتظر طويلا حتى أعلنت عن ضبطه. يعني مقطع مستفز للأمانة، والدوافع حتى غريبة يعني فيه، لكن سنتحدث عنه بشكل أوسع مع ضيفنا هاتفيا الدكتور علي محمد الدويرج، وهو مدير عام إدارة الصحة والرقابة. دكتور أهلا وسهلا بك بالراصد. اهلا وسهلا بكم وبجميع الاخوه والاخوات المشاهدين. بدايه، كيف تفاعلتم مع هذه الحاله منذ طبعا تلقي البلاغ وايضا حتى الضبط؟ اول شيء اشكركم على الاستضافه وتسليط الضوء على هذه المقطع المسيء لنا جميعا. نعم. والذي لا يمثل اطلاقا القيم الاسلاميه الاصيله والتي تحث على الرفق بالحيوان والانظمه المرئيه. وصلنا بلاغ من أحد المواطنين عن وجود إساءة، وشخص يقوم بإساءة استخدام الحيوان للإساءة إلى حيوان آخر، وهذا غير مقبول إطلاقا، وهو مخالف لما ورد في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تم التحقق من المعلومات وبيانات المبلغ وتمرير البلاغ إلى ضابط الاتصال الموجود في المدينة المنورة. بعد تحديد البلاغ تم على الفور تكوين فريق مشترك بين فرع وزارة البيئة في المدينة المنورة وكذلك الأجهزة الأمنية في المنطقة، وتم التوصل إلى صاحب المقطع المسيء وكذلك من كان يعاونه على ذلك، وتم ضبط إفاداتهم وتمهيدا لمعاقبتهم وفق الأنظمة المرئية. جيد. طيب بالنسبة لهذا الجان، يعني تبينتم من الدوافع، يعني إيش اللي يخلي شخص يخلي حيوان يتهجم على حيوان ثاني مثل ما شفنا في الفيديو، وهي الكلاب وأيضا القطة المربوطة؟ يعني فعلا الدافع يستغرب. أيضا كم عمره؟ نعم، للأسف أنه كان عمره صغير، ولا يعني عمره صغير بشكل عام، ولكن في كل كم يعني دكتور كم عمره؟ تحت العشرين ولا فوق العشرين؟ لا تحت العشرين. تحت العشرين، وكان لمجرد التباهي أمام أصدقائه وزملائه بالكلب الموجود عنده، ولكنه إساءة استخدامه للحيوان بهذه الطريقة أبدا غير مقبولة، وسيتعاقب كما يتعاقب الكبار. نعم. شيء أبرز العقوبات دكتور؟ نعم، هناك العقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان، وهي تشتمل على عقوبات مالية إضافة إلى التشهير، وهناك المخالفات الأخرى التي تم ضبطها أيضا سيتم إحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم حيالها وفق الأنظمة المرئية مثل نظام الجرائم الإلكترونية واستخدام الأجهزة الإلكترونية وكذلك استخدام الحيوان وغيرها. الدكتور كم ماليا العقوبات؟ قد تصل إلى 50,000 ريال في المرة الأولى. طيب مثل هالحالات تكررت بالنسبة لكم، يعني شاهدتم أنها ترتقي لأن تكون ظاهرة، أو خلينا نقول أنه سلوك قد يكون ارتكب أكثر من مرة؟ لا هو خلني أكون فهمنا، هناك الكثير من الإساءات، ولكن الأكثر هو مقدار الرفق والإحسان الذي يتمتع به المجتمع السعودي بجميع فئاته. هناك الكثير من الأشخاص ينقذون الحيوانات بشكل يومي، ليست الحيوان فقط المأكولة باللحم، القطط، الكلاب، الحيوانات المحتاجة للرعاية. حقيقة لمسنا من هؤلاء الأشخاص سواء شباب أو فتيات، المجتمع السعودي الرفق والإحسان اللي نصت عليه تعاليم ديننا الإسلامي وكذلك قيمنا الاجتماعية الراقية. يعني نعم. أنا أعتقد مثل هذه السلوكيات التصديق الغير عادة دخيلة وتمثل لأصحابها، يعني طبعا، وسيتم جميع من تثبت يثبت سلوكه أو عمل مثل هذه المخالفات سيتم معاقبته بأقصى العقوبات الممكنة ليكون رادعا لغيره للقيام بمثل هذه الأشياء. ولو تسمح لي بابا، أنا ودي أشكر جميع من يتفاعل للتبليغ عن أي إساءات. هناك فيه رقم مجاني في وزارة البيئة
800-247-4000. في حالة مشاهدة أي شخص لأي إساءة لأي حيوان ممكن يتصل علينا 24 ساعة موجودين، سجل بياناته جميع بياناته ومعلومات السرية لنتم يعني الإصلاح بها سواء للمبلغ عنه أو إلا في حالة طلبت من الجهات الأمنية لأي مطالبات لاحقة، ولكنها تتعامل جميع البيانات السرية، وبالعكس هم شركائنا في الرقابة وتحسين الوعي بالرفق بالحيوان، وكذلك التوصل إلى جميع المسيئين للحيوانات أي كانوا في المرحلة السعودية. جيد، كل الشكر لك على هذه المداخلة الدكتور علي محمد الدويرج مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة.